تنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، صندوق تحيا مصر يشارك في بناء مدن بشاير الخير الجديدة بالأسكندرية، وده لتوفير سكن كريم لأهالي المنطقة أو المناطق العشوائية. تفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف أستاذ محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير يا فندم. أهلاً بحضرتك معانا. أهلاً بحضرتك. خليني أسأل حضرتك في البداية عن قيمة ما تم رصده من جانب صندوق تحيا مصر للمشاركة في بناء بشاير الخير الجديدة. الحقيقة احنا عندنا تكليف مستمر بمشاركة الدولة في كل ما يتعلق بالقضاء على ظاهرة العشوائيات وتوفير سكن كريم للسكان المناطق المعتدة للحياة ده بشكل خاص، بالإضافة لبعض المناطق غير مخططة. والحقيقة منذ بداية الصندوق وإحنا دايما بنتشارك مع الدولة سواء في بناء مدينة تحيا مصر بالأسمنات أو بشاير الخير، بداية من بشاير الخير 2. يمكن الحمد لله بشاير الخير 2 و3 و5 دلوقتي بصدد الانتهاء منها، وجانا التكليف الجديد بالمشاركة في بشاير الخير 4 و6 و7 و8 على سن نرصد 200 مليون جنيه، ودي طبعا تكلفة صغيرة جدا مقارنة بحجم ما يتم رصده من الدولة لبناء هذه المدن الضخمة. احنا بنتكلم لغاية بشاير الخير 5 بنتكلم يعني في 30,000 وحدة سكنية، 750,000 مواطن. دي بتقضي تماما على مشكلة العشوائيات في المناطق غير الآدمية اللي كانت موجودة زمان في منطقة غيط العنب في الأسكندرية. النهاردة محور المحمودية حاجة يفخر بها أي مواطن مصري، أكيد. حتى كل ما يتعلق بفكرة التعمير والتحديث في الأسكندرية بادية من محور المحمودية، مقارنة بكام سنة فاتوا ما كانش حد يقدر يمشي في المنطقة دي إطلاقا يعني. طيب بشكل تفصيلي حجم مشاركات الصندوق في مشروع بشاير الخير بصفة عامة حتى الآن؟ احنا يعني من بداية المشروعات كان في تكلفات مستمرة وصلت لغاية دلوقتي لمليار و9 مليون جنيه. ده كله من مساهمات المصريين وغير المصريين في صندوق تحيا مصر. كمان مش عارف انت القوات المسلحة بتشارك في الصندوق، النيابة الإدارية شركة الصندوق. يعني الحقيقة هي فكرة وجود صندوق تحيا مصر صحيح. هي ازاي يكون في وعاء مالي موازي نقدر ان احنا وقت الأزمة يكون معاون للدولة، نقدر ان احنا ننشط من تنفيذ عدد من المشروعات. لكن الحقيقة الإطار العام للدولة ان احنا عندنا مخطط كامل يترصد له ميزانيات ضخمة جدا 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 من الدولة. صندوق والمجتمع المدني بيشارك بفعالية علشان نقدر كلنا ان احنا نتكامل ونوفر حياة كريمة لكل المواطنين الاولى بتاعي. صحيح. طيب خليني اتكلم مع حضرتك عن يعني هناك ايضا مشاركة في حي الاسمرات، لو اتكلمنا بلغة الارقام ما تم من مشاركات بحي الاسمرات في المقطم؟ طبعا حي الاسمرات ده يمكن يعتبر اول مجتمع عمراني متكامل يتم بنائه لاستيعاب سكان المناطق المعددة للحياة. يمكن هو بيستوعب سكان 9 مناطق كانت معددة للحياة زي منشآت ناصر وعزبة خير الله وغيره. المكان بيستوعب 18,300 وحدة سكنية، تكلف مليارات. طبعا احنا مشاركتنا مع صندوق تطوير العشوائيات ومحافظة القاهرة بلغت مليار جنيه. الأسمرات 3 لوحدها 0.5 مليار جنيه. لكن قصاد كده في الحقيقه العديد من الانشطه اللي بيشارك في تنفيذ الصندوق، سواء بمحو اميه السيدات، سواء بالتمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات. عندنا مركز تدريب مهني لتدريب الشباب وتوفير فرص عمل. عندنا المشروع حضرتك عارفه تكليف السيد الرئيس، احنا مش بنبني الشقه وبنسيبها، لا بالعكس. احنا بنشارك كمان مع وزاره التضامن بنسبه تتعدى 40% في تأسيس الوحدات السكنية دي، بحيث ان المواطن يخش يكون في الاساس الخشبي والادوات الكهربائية وكل ما يتعلق بأسرة جديدة داخلة مكان جديد بتبتدي حياة جديدة. ركز اكتر واكتر واكتر على الاطفال. في موجود مدارس داخل مدينة تحيا مصر، حضرتك عارفة المناطق العشوائية كان فيها تهرب وتطرق من التعليم.
النهارده الطفل اللي بيخش اسمرات بيبقى احنا ضامنين ان هو يخش المدرسه. كل ما يتعلق بالمبادرات الصحيه كمان اللي بنفذها صندوق تحيا مصر ومبادرات الحمايه الاجتماعيه بنخش وبنشتغل داخل الاسمرات وبشير الخير. كمان مش عايز اغفل حاجه، حضرتك عارفه احنا داخلين على فصل الشتاء ممكن في ظروف واصعب واصعب من كل سنه، مش بس خايفين من السيول، لا كمان احنا صحيح. عندنا كورونا. النهارده عندنا 10,000 اسره بتنعم بحياه امنه تحت سقف يحميهم من الامطار صحيح. وغيره، في اكثر من 332 قريه. نشوف لده بعينينا ساعه الامطار والسيول اللي حصلت في الفتره الاخيره، يعني البنيه التحتيه كانت في حي الاسمرات يعني ما شفناهاش في القاهره. بالضبط، كمان مش بس في القاهره، يمكن حضرتك البحيره السنه دي رغم كل الاشاعات اللي طلعت ان البحيره عندها مشاكل او فيها غرق محاصيل، لو افتكرنا سيول 2016 الموضوع كان اصعب واصعب بمراحل. صحيح. لكن الحمد لله بتكليف السيد الرئيس ان احنا نشارك الدوله في ان احنا نرفع كفاءه المصارف الزراعيه وغيره، احنا يمكن شاركنا بمليار جنيه في المشروع ده. الحمد لله ما سمعناش عن مشاكل في البحيره على مدار السنين اللي فاتت بعد 2016، ما سمعناش عن مشاكل في اسكندريه، ما سمعناش عن مشاكل في راس غارب. الحمد لله المشكله اللي بيتم وضع حلول ليها بتبقى حلول جذريه مش حلول مؤقته. صحيح. علشان ان احنا نوفر من الموارد اللي موجوده في الدوله لمساعده المجتمع المدني ونحل كل المشاكل اللي بتعيق عمليات التنمية. يعني كل التحية والتقدير لمجهودات صندوق تحيا مصر في شخص حضرتك. أنا بشكرك جدا أستاذ محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.